تعالوا بقى نخش في الجد بقى. عقدت إدارة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة اجتماع مع مسؤول الفيفا عشان مسؤول القيد للفيفا يعني. ليه بقى عشان ايه بقى؟ اجتماع مع مسؤول القيد للإفراغ التابع للاتحاد البحث آخر التابع للاتحاد لبحث آخر تطورات السيستم الإلكتروني الخاص بالاتحاد المصري وربطه مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. يعني هو في سيستم للاتحاد الدولي متبع بيتسجل عليه اللعيبه، مصر كل ده ما كانتش عليه. فهم بقى اجتمعوا معاهم لمناقشه شروط القيد الجديده بدايه من فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه دي يناير 2024، ويهدف ربط نظام القيد الاتحاد المصري بنظام الفيفا القيد بالاتحاد الدولي فيفا مع مزيد من الشفافيه والاجراءات الصحيحه في قيد اللاعبين. يمكن ده خبر حلو قوي، ليه بقى؟ عشان لما يكون سيستم قيد اللاعبين في مصر مرتبط بسيستم الفيفا بشكل مباشر، وكل حركه بتتعمل هنا في اتحاد الكوره من قيد لاعبين يعني مسمعه في سيستم الفيفا، فمش هيكون في امكانيه للمجامله وللعب يعني في موضوع قيد اللاعبين ده من الاخر. لكن كمان محتاجين احنا بقى اتحاد الكوره زي ما هو بيحاول كده في مزيد من الشفافيه في نظام قيد اللاعبين يكون كمان بنفس القدر من التعامل مع الشكاوى، وكمان بنفس القدر من الشفافيه في التعامل مع التراخيص. اصل الحكايه مش قيد ولاعيبه وبس يعني، بس ده خطوه مهمه جدا. يعني انت بقى ايه، مش هينفع نادي يجي بالليل يفتح القيد خلاص بقى الموضوع على السيستم في الفيفا، فده هيبقى شفافيه كبيره جدا ان انت خلاص النادي لازم يسجل في وقت القيد بتاع الفيفا عشان اللعيب يتسجل على السيستم بتاع الفيفا، ومفيش بقى حد يروح الاتحاد بالليل ولا حد يروح مش عارف ايه، الكلام ده انسوه خلاص. نتمنى ان كل حاجه تبقى كده، نتمنى.